لا نسهل المقام. لا حلو لا هذا السي مصطفى خلينا من بعد نجاوب. والاشكال ديال المقام ديال الحزب ديالنا المقام ديال الحزب المرشد ديال الحزب المقام ديال الحزب كيستغلوه الناس في الاحزاب السياسيه اخرى غيرنا حنا. هادشي عرفتي السي مصطفى وكنشكر في المؤتمر لان كتب ان الخوارج ما عندها ما يديروا فيهم لان لا يعقل بان انت معنا في الحزب وعندك 13 عضو ديال العصر والعصر وفي المجلس اللي قبل ما يجيش حتى صوت انت ما عرفتش حتى صوت وتجي اليوم كتقول لي انا راه راضي ديال الحزب. ما بحال هاد الحوايج صراحه نجلسوا اليوم ناقشوا هذا هو الاشكال الكبير. الجواب غادي تسمعوا دابا انت وصحاوات الله يحفظك وعلى هذه القضيه ديال المقام ديال الحزب وحتى في التنظيم ديال السيد المدير يقول لها عرس الكلمات صراحه بلا كاين كلمه ديال السيد الدارس والساده البرلمانيين بان راه كاين السيد البرلماني ديال الاقليم راه شد الكلمه هو الدارس الاول وجا عضو من الجهه ديال ميدلت وعطيتي عاود ديال الكلمه كان عليك تعطي الكلمه حيت بحال هكا رجاء رجاء هذا الموضوع ديال السيد هذا السيد هذا السيد انا كنقول لك على حسب هي كنظلموا شوف الاخوان هنا كنظلموا في الحزب وقلنا الحزب يجي لقدام وصلوا بلادنا ونقول لي العيب ديالك وقول لي العيب ديالي غادي نجي لقدام الا ما كنتش صاحب كل واحد كيمشي بحال علاش قلت لك هاد الهضره هادي راه قبيله نلاحظ ملاحظه جاي يقدر نحضر هاد الاخوان كاملين واحد كتخليه جوج طلع واحد كتخليه ثلاثه طلع واحد كيتحبسو واحد ما كيتحبسوش خصها تكون جرأه حنا خصنا الجرأه السياسيه سيد المدير الله يرضي عليك خصها تكون جرأه خصنا الجرأه السياسيه باش نكون واضحين راه كاين شي حوايج خصنا نقولهم ديريكت راه باقي ما وصلنا القانون الاساسي خصنا نديرو القانون الاساسي ديالنا ديال جهه العاطفيه والاخوان كما قلت بان عندنا السيد صلاح الله يسلمك قال بان عندنا السيده برلمانيه اللي كتمثل النساء اللي كتمثل النساء في الجهه وما حضرش معنا اليوم اللي عندنا يوم العالم الاخر عيب عيب بان عندنا السيده برلمانيه اللي طلع عندنا في اللائحه ديال النساء راه ماشي هي اللي طلعت ماشي هي اللي جات كتضرب الجبال راه العيالات هما اللي كيجيو كتضربوا الجبال باش يطلعوها وباش ما تجي وما تحضرش معاهم راه عيب صراحه راه عيب وراه عيب باش نشوفوا الناس جاولنا ديال البرلمانيين جاولنا كيديو الناس انا راه كراقي الجماعه كيديروا اعضاء ديال الجماعه ديال الاحزاب كلهم كيديروا من الوزاره وكيدوزوا على الوزاره وحنا كنخدموا الناس ما كيشوف فينا حد باش نكونوا واضحين وعندنا الناس عندنا الناس بهذه القاعه هذه وكنحيي السيد جلال ميدلت اللي قال لك الرؤساء قصدوا بنا ديال العضو ديال الجهه اما راه عندنا حنا في الاخر الاقليمي ديال وزازات راه عندنا ثلاثه الناس في الجهه قطع قصدوا فينا شي واحد حتى واحد ما عمرش تليفون يقول لك واش عندك شي دراسه واش عندك شي حاجه نهائيا نهائيا وما تحت شي واحد وحنا كانت كمجلس الجمعية تصدق اللي هي ثاني مدينة في الإقليم ما استفدنا صامتين في الجهة وعندنا ثلاثة القاعدة في الجهة وما كان شي واحد اللي عمر هضر على الجهة ولا جا عندنا شي واحد اللي جا عندنا اللي جا عندنا اللي شفناه أنا جيتكم بخير بغينا نهضرو أما نشوفوش بعين نشوفو بلا حتى رجلينا باش نقدو نقدو بعدا الداخل ديالنا عبد الرحمن راه لا يعقل كما قلت أن واحد السيدة هزات واحد السلم ديال المقاصد ديال راه عرفنا السي مصطفى الله يجزيك بخير راه خدمتي على هذا الموضوع ولكن خصنا ندخلوا ليه باش ما يجيوش شي واحد اخر يبقاو يديروا ديك الخدمه نفس الخدمه الله يجزيكم بخير راه لا يعقل الصراحه راه كنتاسفوا بهذه القضيه هذه بان المقر ديال الحزب السيد المدير المقر ديال الحزب راه فيه صوار ديال الاحزاب الاخرى ويصبروا فيه الاحزاب الاخرى انا راه ما هرقش خدمتي ما هرقش ما باقيش كنشوف وتتبع هذا المقر والسيدة معنا هنا السيدة كتبت النساء هنا راه كدير تكوينات في المساجد هنا في الضرب راه حيد عندنا مقام في الحزب يمشي للضريبة راه كاين الاشكال الله يجزيكم بخير راه خصنا نضربوا روسنا بروسنا هو الاول إلا ما نضربناش روسنا بروسنا وباش ما نطول عليكم كنشكر السي مصطفى وهي واحد القضية الله يجزيكم بخير هذا السيد بأن بغا يخدم راه إلا بقى في واحد راه يمشي بحاله خصنا نعاونوه إلا عاوناه أنا بعدا صراحة كنشهد ليه بأن في لاكور في المؤتمر ديال الحزب بأن وقفوا هذوك الناس بغاو يدخلوا لاكور ديال اللائحة الوطنية قال لهم أنا ما نقبلش الناس اللي شكرا شكرا سي الرئيس شكرا لك شكرا جزيلا الإخوان في إقليم وزازات
تفضل سلام. نقولوا اللائحة ديال التدخلات، أعتقد أن الإقليم ديال واد الزات يشي مدخل آخر من الإقليم واد الزات. واد الزات تفضل عطينا المدير الأخ الاسم الكريم. السلام عليكم. شكرا وصلنا لكم. السلام عليكم. شكرا وصل لجميع الحاضرين. بالنسبة للسؤال ديالي الأول، في إطار المساهمة ديال الحزب في تأطير وتكوين المواطن والمواطنين السياسية، الأمر يحتاج إلى مقرات وهيكل محلية. أظن أن تتلخص تملك تتجلى الأمانات المحلية، ولكن للأسف ما عندهاش واحد المقام يجمع هذه الأمانة المحلية. بالنسبة للأمانة الإقليمية أظن أن رئيس الجامعة على هذا الأمر. بالنسبة للسؤال الثاني، في إطار الشروط ديال منح التزكيات اللي ذكرها الأستاذ ديالنا، واش هذه الوثيقة جاب شي شروط جديدة لانتقاء الممثلين اللي غادي ينتخبوا يترشحوا باش يمثلوا الحزب، ولا نفس الشروط؟ لأن كما ذكر أن بعض
بعض المرشحين تيجيو بخلفيات ديال الاحزاب الاخرى وهما تيستغلوا الفرصه للاحزاب اللي عندها السمعه باش يمروا ويرجعوا للاصل ديالهم. وشكرا. باش لان الاخوان قبل تقول لك شويه كان شويه العداله السياسيه اللي كانت شويه العقائد. غادي نمشيو للزاكوره لان قبلوا واحد المداخله اللي ما فيهاش المداخله. سعيد صادق. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي للسيد امين الجهوي سي مولاي مصطفى السادة البرلمانيين السادة المستشارون ورؤساء المجالس الجمعيه السادة المنتخبون السادة الضيوف سيد مولاي الجهوي ولا انسى ان اخص بالذكر تحيه خاصه للسيد صاحب اعيان امين الاقليمي على اقليم زاكوره. انا غادي ندخل نهضر شويه وسمحوا لنا السيد الامين الجوي على مستوى اقليم زاكوره. اولا تنحيي عاليا الجهود التي تقوم بها السيد الامين الاقليمي معيه الامين الجوي وكذلك نحيي الساده البرلمانيين والساده المستشارين اللي تيطرفوا معنا وعاونونا وساندونا بالنسبه لاقليم المشاكل اللي كتهم اقليم زاكوره. اولا السيد المدير الجهوي تنحييكم وكان لنا الشرف اننا حضرنا في المجلس المؤتمر الوطني اللي داز مؤخرا في مدينه بوزنيقه كان لنا شرف كبير ولهذا سيبو وسمعت منك واحد المصطلح زوين عجبني على ان الله يجزيكم بخير نطلبوا منكم انكم تساعدونا وتساعدوا الامن الاقليمي ديالنا تعاونوا معنا على باش نهضوا اقليم زاكوره لان السيد صالح بابايا انا كما قالت الاخت حس لي الشرف انني انضميت لهذا الحزب في هذه الولايه هذه وكان لي شرف عظيم الشرف لانني انضميت لهذا الحزب هذا ولكن كما تنقولوا كاين الناس خدامين سي محمد المغامطا سي صالح بابايا وما عادش يحتاج انني غادي نطلب عليه توصيات ولكن الله يجزيكم بخير بين كل الفاعلين ديال الحزب على مستوى جهه طرف التنفيذات على مستوى الاداره المركزيه انكم تساعدوا اقليم زاكوره لان اقليم زاكوره عانى مؤخرا بعد توغلات بعض اللي كما تنقولوا تيستغلوا بعض الاحزاب الاخرى. حنا مثلا كان مطلوب وكان لي الشرف انني تمكنت واحد الامانه محليه على مستوى اقليم زاكوره ولكن الله يجزيكم بخير بانكم ساندونا ترافعوا معنا على اقليم زاكوره تعاونوا مع اقليم زاكوره لانه فيه طاقات فيه ناس فيه شباب وانا بالنسبه للجماعه اللي انا تنتمي لها كاين طموح سياسي طموح ديال الشباب اللي بغا ينضموا لهذا الحزب ونخاطوا جديا وفعليا في هذا الحزب هذا ولكن الله يجزيكم بخير اقليم زاكوره راه بنا السيد الامين الجهوي تعاون معنا وتوقف معنا وما لنا تسمحوا لي راه اول مره تنتكلم وشكرا شكرا سي سعيد وتحياتي لكم تحيه الاخوان بيدت اقليم بيدت سردوان بسم الله الرحمن الرحيم باش ما نضيعش الوقت ديال المداخله ديالي يعني بدون تقديم لان المناضلين الحقيقه ما كيتسناوش شي واحد يشكرهم يعني المناضل كيبقى مناضل. غادي نطلق واحد المقوله قال الاستاذ اللي هو تيكو في فرسه لا يخشى الرهان بالفعل لا تخشى الرهان الاسرى والمعسكر لا تخشى الرهان وبالاخص سيرتو تحت القياده الجديده اللي لا كنتمناو غير هذا يكون حلم ولكن غادي يتحقق باش بينا حنا كمناضل ديال هذا الحزب لماذا افق الانتخابات الجايه تكون عندنا رئاسه الحكومه بارتي الزهراء المصري. مادام ان المناسبه يعني عيد المرأه كنتمناو تكون عندنا رئاسة الحكومة يعني نسائية وتحت الرئاسة ديال